أطلقت جامعة الملك خالد مع بداية الصيف برنامج اكتشف وتعلم لاستقطاب الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات السعودية خلال فصل الصيف والفصل الدراسي والدراسة بجامعة الملك خالد كطلبة زائرين، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية متكاملة يعيش من خلالها الطالب خلال فترة الصيف تجربة ثرية ومختلفة للحياة الجامعية. حول هذا البرنامج وللمزيد انضم الينا هاتفيا المدير التنفيذي لبرنامج اكتشف وتعلم الدكتوره ريم المشهور. اهلا بك دكتوره ريم معنا، مساء الخير، حدثين اكثر عن هذا البرنامج الصيفي اكتشف وتعلم. مساء النور اخي الكريم، واشكر لكم استضافتنا في هذا البرنامج. في بدايه اود ان القي الضوء على بدايه هذا البرنامج، فايمانا من ما قاله سمو ولي العهد بأن عسير ترتكز قوتها على طبيعتها متفردة والمتمثلة في قممها الشاهقة وأصالة أهلها وموروثهم الثقافي والاجتماعي الثري، ونظرا لما تمتلكه أيضا منطقة عسير من مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لتكون أحد روافد الاقتصاد الوطني المتنوع الذي بنيت عليه رؤية المملكة 2030. فإن جامعة الملك خالد وبدورها المجتمعي والاستمرارها في تحقيق رؤيتها ورسالتها عبر توظيف قدراتها البشرية وإمكاناتها المادية وما تمتلكه من وسائل تقنية أيضا لاستثمار الطاقات الإبداعية، فقد أطلقت برنامج اكتشف وتعلم، والذي يتضمن برامج تعليمية مبتكرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتوفر للطالب تجربة مميزة يكتشف من خلالها آفاق جديدة لمنطقة عسير. ومن أهم وأبرز أهداف هذا البرنامج هو إبراز دور الجامعة في دعم التوجهات الوطنية واستراتيجية منطقة عسير، أيضا إتاحة الفرصة للسياح بالاستفادة من تواجدهم في المنطقة خلال فترة الصيف، أيضا استحداث بيئة تعليمية تجمع التعليم والتدريب والترفيه والسياحة، أيضا تنمية الإيرادات الذاتية للجامعة ورفع مؤشراتها في التصنيفات الدولية، تنمية الجوانب الاجتماعية والنفسية وخلق تجارب عديدة وجديدة للطلاب، تشجيع الطلاب والطالبات على استغلال أوقاتهم في الإجازة الصيفية، أيضا تنمية قدراتهم المهارية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم البشرية. نعم دكتور، ما أهم هذه البرامج النوعية التي يعني تقدم لطلاب والطالبات من خلال هذا البرنامج الصيفي؟ برنامج اكتشف وتعلم يتضمن العديد من البرامج النوعية، هي برامج متكاملة، برامج تدريبية، برامج ثقافية، برامج سياحية. فالبرامج التدريبية تشمل ريادة الأعمال، حيث تدعم المبدعين ذوي الأفكار الواعدة والمشاريع لمساعدتهم في تحويل هذه الأفكار والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع ريادية. أيضا الإعداد الوظيفي، برنامج الإعداد الوظيفي يساعد الطلبة على تعلم كيف كتابة السيرة الذاتية، التخطيط الوظيفي، إجراء المقابلات الوظيفية، الإعداد للعمل أو الوظيفة. أيضا لدينا برنامج اللغة الإنجليزية مقدم من الـ EF Education First، حيث سعت الجامعة لموائمة الاستراتيجية مع مشروع وزارة التعليم لتوطين برنامج اللغة الإنجليزية من خلال الشراكة مع الخبرات الأكاديمية الدولية المتخصصة في تدريب اللغة الإنجليزية. لذلك مدربي اللغة الإنجليزية في الـ EF إشراف نخبة متحدثي اللغة الإنجليزية الأصليين. هذه بالنسبة للبرامج التدريبية. بالنسبة للبرامج الثقافية، هذه بإشراف نخبة من أساتذة الجامعة، وتشمل برنامج الفن المعماري في عسير، برنامج تاريخ القلاع والحصون، برنامج المأكولات الشعبية الجنوبية، برنامج الزي التراثي، برنامج التعريف باللهجات الجنوبية القديمة. بالنسبة للبرامج السياحية، توفر أيضا الجامعة رحلات ترفيهية سياحية للأفراد والمجموعات، رحلات VIP أيضا خاصة بتنظيم شركات سياحية مرخصة. يتتضمن العديد من البرامج السياحية مثل التخييم، تسلق الجبال، ركوب الدراجات، الطيران الشراعي، الرماية وغيرها. نعم، يعني من خلال هذه البرامج كما ذكرتي وتفضلتي دكتورة، وأيضا الأهداف المتوقعة والتي تسعون من خلال هذا البرنامج إلى تحقيقها، ما هي المخرجات المتوقعة من هذا البرنامج؟ لدينا العديد من المخرجات، ولكن أستطيع أن أحصرها في أهم المخرجات. هي أولا رفع مستوى الطلاب والطالبات علميا وعمليا،
من خلال البرامج المهارية المقدمة لهم وأيضا تطوير قدراتهم البشرية. هذا من أهم الأهداف. أيضا كما يعني نسعى لتسويق السياحي للمنطقة، فكما أن هيئة تطوير عسير كما تعلمون بقيادة سمو أمير المنطقة عسير الأمير تركي بن طلال تسعى لتحقيق تطلعات القيادة والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة وتعزيز موقع المنطقة. الكل يعلم أنها منطقة سياحية، فنريد أن نعزز موقع المنطقة المميز على خارطة السياحة العالمية لتصبح وجهة سياحية رائدة عالميا ومقصدا للترفيه والثقافة. فهذا البرنامج من مخرجاته أن تكون فعلا المنطقة مقصدا للترفيه والثقافة. أيضا من أهم الأهداف أو من أهم أهدافنا المستقبلية أن نستقبل أيضا الزوار من خارج المملكة وليس فقط من داخل المملكة. شكرا جزيلا لك دكتورة ريم المشهورة المديرة التنفيذي لبرنامج اكتشف وتعلم بجامعة الملك خالد.